يا سيدي ما عرفتش كيفاش تصور. اها وسيد فنانة تشكيلية شاركت في عمل تدبرات الحصل على دي ميداي وشهائد. بعد توجهت مشيت عملت تريت الموديليزم وخدمت وفتحت لي الفرصة مع شركة فرنسية اسمها كنت معاهم خالي صور هذا تحولت بلاتفورم كبيرة هي تخدم اللي كوها ماسك على مستوى دولي على مستوى دولي لا قلت وصفيت زي تيك سامح سويت كان موديليست مقدمة أزياء على المدى اللي تحاسي ساكن الصالون هدية معناتها حاجة مرة في العام ساعة شوية معناتها كل مبدع يقدم فيه كل ما عنده نبداو نخدمه على عام كامل معناتها باش المجهود نتاع عام كامل باش نقدمه أفضل ما عندنا. أنا حتى مرات زوار الناس الكل جاوا معناتها منبهرين بالسيناريين والحرفيين والمبدعين معناتها شنو قدموا لهم حاجة متميزة برشا وماذا بيا معناتها يولي حتى معناتها على الصعيد العالمي معناتها احنا نجمو نلمسوا برشا بلدان برشا بلدان أجنبية أوروبية ولا وإلا عربية في الصناعات التقليدية نتاعنا. البصمة نتاعي هي نابعة من الداخل هو حبي للتراث التونسي والحضارات اللي مرت على البلاد التونسية من 3000 سنة تالي هو معناتها هو البصمة هذه نابعة من لي ريشيرش اللي أنا قاعدة نعمل فيهم خاطر المبدع ديما لازم يكون مثقف لازم يكون ملم بشنو اللي صار في العالم وفي بلاده مع يعطي للاحساس الفني مع احساس الفني يتلموا مع بعضهم ويعطيوا بصمه للاشياء هذيا هي حاجه حلوه برشا حاجه اللي موجود وقت اللي لا تصاب كل خاطر ما جيش لا بالعكس جابوا لنا السراجين وجابوا لنا زاد نوع اخر من التطريز اللي هو ماهوش نفس الحق معناتها موجود ماهوش نفس الحق ونوع النهار باش نفقدوه وهي حاجه حلوه حبيت معناتها نسري فيه ونعمل فيه حاجه وفايت كونت هو عامل عليا مزيه مش انا عامل عليا مزيه أكيد أنا ما نبطلش معناتها ما نبطلش ابتكار ما نبطلش معناتها صوت يبدا عندي إلهام معناتها خارج من النافع من الداخل أنا ديما نخدم البلاتو كيما قلنا كيما كل النهار